إذا كان هناك شخص بعد عملية جراحية وترك صلاة وترك صلاته لمدة 3 أيام مثلا، هل يصلي وقت مع وقت، أي المغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء، أم كيف توجهونه؟ جزاكم الله خيرا. هذا من الغلط الكبير، من المريض إذا أجرى عملية جراحية ورقد على السرير يترك الصلاة مدة بقائه على السرير في المستشفى، بل يجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها بحسب استطاعته، ولو بالإيماء برأسه بالركوع والسجود. فيجب على المريض أن يصلي كل وقت في وقته، إن كان يقدر على الوضوء توضأ، وإلا يتيمم، وإن كان يقدر على القيام والركوع والسجود وجب عليه، وإلا إنه يصلي مضطجعا على جنبه ووجهه إلى القبلة، أو مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويصلي ويومئ برأسه بالركوع والسجود، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. أما ما حصل من أن المريض المذكور ترك الصلاة لمدة 3 أيام، هذا من الخطأ، ولكن يجب عليه القضاء، ويجب عليه القضاء على الفور مهما استطاع، يعني يصلي الصلوات في وقت واحد، ويرتبها صلوات اليوم الأول 5 صلوات، الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم اليوم الثاني كذلك، ثم اليوم الثالث كذلك، في مكان واحد إذا كان يسهل عليه. وأما تفريقها وجعل كل فريضة مع نظيرتها فهذا لا يجوز، هذا من كلام العوام لا أصل له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.